وما انا ايه جاية اسكندرية عشان ايه مثلا انا بابا بيقول يعني انا ما حوشتش يعني كل يوم ايه فلوس عشان ايه لما اكبر احتاج فلوس اخدها منه. يعني لو احنا لو عندنا حد مثلا عيان ولا يندر يجيب فلوس مثلا انا اندر اجيب فلوس علينا اجار ندفعه علينا اي حاجة ندفعها. طب وانا بعد سنة وانا اخويا الكبير بسنة اكبر مني بسنتين وهو بيشتغل شرابات برضه زي في الصيف ببيع مشروب ماشي انا واخويا برضه نفس الحاجة وانا في الشتاء ببيع شرابات حتى فيها مشط وحتى فيها شرابات ماشي. يعني انا بلف على الكافيتيريا الاهالي مثلا بحل ببيع على السوبر ماركت كده يعني واكل عشيان قصدي يعني البيع في كسر. لا ممكن واحده مثلا يظن يعني في حاجه يعني انا ساعات كده سنه يعني لما بقعد في البيت بزهق فايه احسن لي اخرج وايه وبيع مش انا ما حدش هو اللي قال لي خرج بيعي انا بقى اللي قلت له انا عايز ابيع انا اللي عايز اشتغل. وفي مثلا برضو في المدرسه بروح الصبحيه المدرسه وبالليل بشتغل عشان اللي عنده حاجه عنده مرض اي حاجه كده زي مثلا انا اخويا عيان عنده حاجه وحشه عنده يعني بس دم مرض سرطان اخويا بيتعالج. انت عارفه اخويا بيتعالج كام سنه يا بابا؟ بقاله كام سنه؟ يعني اخوك عنده سرطان؟ او عنده بقاله 5 سنين بيتعالج بالكامل.